مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من قلب مدينة الدار البيضاء ومن قلب بيادة. غادي نجيبو لكم بيضة اللي كلشي كيقلب عليها في العواشر. تخيلوا معايا ان هاد البيضة اللي كتشوفو بين يديا، هاد البيضة كيوصل الثمن ديالها لميتين درهم، ايه 4000 ريال. غتقولي او بيضة ب4000؟ مالا، علاش ب4000؟ بما تجمعتو غنقول لكم علاش ب4000 وعلاش الناس كيتخاطفو عليها. بارطاجيو اللايف الاخوان باش نشرح لكم علاش هاد البيضه دايره 4000 ريال، علاش الحجم ديالها صغير، انه 200 درهم وصل 4000 ريال، علاش هي اصغر بيضه وكلشي كيقلب عليها. انا راه حتى يدي كبيره ولكن الحجم ديالها راه صغير وصغير بزاف مقارنه. عطينا بيضه اخرى عافاك باش يعرفوا ان الحجم ديالها راه مختلف. هذه بيضه، هذه بيضه، وهذه بيضه. انت باش تشوف الفرق ما بين هاد البيضه. شوفوا هاد البيضة، هادي ب4000 وهادي ب40 ريال. صدق او لا تصدق، هاد البيضة ب4000 وهادي ب40 ريال. بارطاجيو الاخوان اللايف باش نعاود لكم شنو قصة هاد البيضة، وعلاش دايرة 4000، وعلاش كلشي كيتخاطف عليها، وعلاش عاد كيوصلوا عليها اشهر واشهر، لان هاد البيضة فيها واحد المواصفات خاصة يقال ويشاع لانها كتنفع بزاف ديال الامور اللي غادي نخليكم غير تجمعوا ونقول لكم شنو هي. كي كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هاد البيضه هادي دايره 4000 ريال. سمعتي يا شمطه ليا عفاك هاد الصغيره، صافي خذ الكبيره، خذ هادي. شوفوا هاد البيضة هادي دايرة 4000 ريال، وعليها لا دوموند. هادي راه السيد جايبها لواحد السيدة، قال لك مبغاش يقول الاسم ديالها لأنه كتليق لشي أمور. وهاد البيضة هادي دايرة 4000 ريال. عرفتي راهي قد مات صغيرة بزاف، صغيرة 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 بزاف. إلا سمحتي، إذا سمحتي سي خالد نجوم هنايا معنا، خالد من البيض اللي غادي يشرح لنا هاد البيضة لمن جايبها وعلاش الثمن ديالها 4000. هكا السلام عليكم خوت، تشكر قناتك. اش عندي هنايا؟ فعلا خويا هذيك، هذه 200 درهم هاد البيضة الصغيرة، مش عارف علاش الصغيرة واصلة 200 درهم. ولكن كيفاش بيضة صغيرة دايرة 4000؟ واحد السيدة قالت لي غتجيب لي أصغر بيضة، كلاش ما عرفتش. طيب بقيت كنأكد عليها وداك الشيء، قالت لي حقك تحيد العكوسات باش السعد ديالي، فهمتي نتزوج وانا هادي وانا هادي. جاتني غريبه، قلت لها شحال نجيبها؟ قالت لي شحال بغيت؟ قلت لها ديال 24. قالت لي الا جبتي اصغر بيضه نعطيك 200 درهم. يعني هذه البيضه تصدق ب 4000 ريال. 4000 ريال واخا خالد، واخا خالد، 4000 فيديو تبارطاجها واخا خصنا نفهموا علاش هاد المواصفات. واش كتكون هي اول بيضه ولدتها عاد توقع مع الصباح؟ كتسمى هذه الرشمه، شنو هي؟ الرشمه كتسمى لاول بيضه كتبيض عاد توقع الدجاجه الصغيره. شنو سميتها خويا؟ سميتها الرشمه. الرشمه في البيض في انواع، كاين الصغيره المايه البيضه الجمحاح، كاين الشفا بيضه، كاين الحمراء، كاين فهمتي البيض في انواع. واخا هاد البيضه اللي دايره 4000 شحال شحال؟ 200 درهم. صدق 200 درهم صدق، يعني هاد البيضه هذه قالت لي اغرب بيضه، قالت لي غتجيب لي اصغر بيضه. قلت لها يعني هذه بيضه ديال عتوقه، ديال عتوقه، واحد النوع ديال الدجاج. ديال الدجاج، يلا اول مره كما كنقولوا يلا كدس بيض. اول بيضه للدجاج، يعني اللي كتبلغ وكتسمى عمليه الجماع بينه وبين الديك، يعني اول بيضه ولدت هي هذه. واخا فاش كتصلح اخويا؟ هذه كيقول لك تحيد العكوسات. كيفاش؟ تحيد العكس. اها. وما كتبقاش، ما بغيتش نخرج احتراماتي للمراه المغربيه واللي ما مزوجاش الله يزوجها والله يعطيها شي نقره في غبن نحاسه. واش غنقول لكم؟ كتقول لي بغات تحيد العكس باش كتزوج، قالت لي جبتها نعطيك 200 درهم. يعني هاد البيضه هادي عليها الطلب. واخا تمني لما التليفون ديالي، قالت لي انت كتحاجه نعيطها، عطيتها لما التليفون. يعني شحال ديال المده انت باش كتقلب على هذا؟ غادي تقريبا واش نقول لك، يومين ولا ثلاث ايام كنت نقلب عليها. وانت كتقلب؟ كنقلب والو. وفين قلبتي؟ عايشه مع البيض. بيزا مع البيض، بيزا. يعني درتي مجهود. مجهود باش نطلعها شي 3 ايام 4 ايام، 200 درهم. انت كتقلب في البيضة. قالت لي جي جبتي نعطيك 200 درهم. وطلب اطلب اللي بغيش. هاد البيضة هادي. قالت لي نعطيك 200 درهم. الله هادشي اللي تصدق ولا تصدق. البيضة هادي فهي كيقولوا على انها كتحيد العكش. العكس و ما عرفتش هادشي. الدريه ما عرفتش كيتسقم السعد ديالها وما عرفتش، فهمتي؟ بداش كيعرفوا هادشي، فهمتي؟
يعني صدق ولا تصدق حقه بيضة وسطاس أصغر بيضة وسطاس 200 درهم وهو غادي تزيدوا عليه صاحبي اش قالت لي انا نعطيك انا 300 درهم علاش جبتيها لي صاحبي جان يعني كاين مجايد على البيضة غادي تزيدوا عليه يعني كتشوفوا مشاهدين ولكن انا كنسمع تقرب المشاهدين باش يفهموا انت باش يعرفوا اصغر بيضة شا لا زوميتي على اصغر بيضة انا عندي جوج عندي هذه وهذه هذه لا ولكن صغار هذه صغر منا فهمتي هذه صغر منا هذه اصغر بيضة اصغر بيضة يعني كتكون هذه اول بيضة اول بيضة كتسمى الرشمة كتسمى الرشمة والثمن ديالها يقدر يوصل ل 200 درهم لانه موصي عليه شي سيدة انا عطيتك 300 درهم الا جبتي عليا صدق ولا تصدق صدق ولا تصدق هذا البيض لهذا الفيديو بغيت تبارطاجا وبغيت شي وحده تخرج توضح لينا علاش اصغر بيضة علاش بروف ولا واش شنو هي هذه البيضة ديال عتشوكا ولا البيضة ديال نفس النهار باش تسقم العكس السعد ديالها بالجوج هذا غير خرافة اش من عكس واش خاف تقفى الراجل الله الله يستر الله يستر الله لا يجاورنا مع الناس اللي تخرج فغريب غير نعرف شنو هي دابا انت ما بقاش كتجاوبك ولا كتجاوبك لا انا غنبسط نبيعها لك 200 درهم نهرس وما نبيعش لك 200 درهم لا لا غنتحرش ما نبيعهاش 200 درهم هو ما عرف بغا تقفى الراجل ما عرف حتى ما اش بغا دير ليه يعني انت ما غاتبيعهاش فهي مشاتني كان جات ولا دابا ولكن فهمتي هو عيط لينا باش يشرح لينا هاد البيضه وينور الناس ولكن هو ما غاديش يبيعها داكشي علاش حنا غنحاولوا على المباشر نهرسوها ونشوفوا شنو كاين داخل هاد البيضه نشربها تشربها؟ لا عرفتي علاش؟ لحد الهرس غيقول حشومه نعمه الله كيهرس فيها الله ما تشربها وحنا غنكونوا واخا غادي نشوفوا لا ما غنبيعها في الريل غنشربوها في الريل غنشربوها في الريل مشاهدنا الكرام هاد البيضه ب 4000 البيضه كتشرب كاين اللي كيشربوها على الريق راه سي البيض ما تخافش منه الصراحه مشاهدنا الكرام كما كتشوفوا تغطي مهري دابا شوف الشيء اللي كثرتوا عبر قناتكم قناه القرب شوف تي في مشاهدنا الكرام